السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة يا جماعة الخير هنتكلم يعني عن تفسير اسم جنة في المنام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بالكلام في قناة تفسير أحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري عن تفسير سلسلة الأسماء التي من الممكن أن نراها في المنام. طبعا في البداية قلت إن احنا نتكلم عن اسم جنة. الأسماء على ظاهرها، والكلام ده قلناه كتير جدا وهنكرره طول ما بنتكلم عن الأسماء. ممكن بعض الناس تكون لأول مرة تدخل، فلازم تعرف المعلومة دي، أن أول من فسر في الإسلام الأسماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا وعلمنا ان الاسماء على ظاهرها. فاسم جنة على ما يدل، اسم جيد طبعا. اسم جنة في المنام اشارة بالرزق الكبير ان شاء الله تبارك وتعالى. اسم جنة له علاقة بالسعادة، يبقى مال ورزق وسعادة بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا الكلام لكل الناس، متزوجين وغير متزوجين، يعني عزاب، حتى كمان المرأة المطلقة والأرملة، حتى كمان المرأة الحامل. فاسم جنة بالنسبة للعزاب بيدل على قرب خطوبة أو زواج. اسم جنة بالنسبة للمتزوجين بيدل على السعادة. وطبعا المرأة المطلقة والأرملة بتدل على سعادة قادمة لها، وقد تكون هذه السعادة خاصة بأولادها. اسم جنة بالنسبة للمرأة الحامل، هذه الرؤية لها علاقة بنوع الجنين، إن هي سوف تنجب بنتا، وهذه البنت ستكون صالحة بإذن الله تبارك وتعالى. فاسم جنة من الأسماء الجيدة التي من المفترض أن نستبشر بها إذا رأيناها في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.